أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة، أهلا وسهلا بكم في قناة سوق الحكاية والقصص. قصتنا اليوم بعنوان صانع الساعات وابن النجار، وهي من القصص الخيالية المشوقة والمعبرة. أرجو أن تنال إعجابكم. ضع السماعات، أغلق عينيك واستمع. كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام. كان يا مكان وفي إحدى البلدات الريفية، عاش رضوان وحيدا في كوخ بسيط في أطراف القرية، حيث ورثه عن والديه بعد موتهما. وكان شابا فقير الحال طيب القلب، حيث كان يكسب قوت يومه من العمل أجيرا عند أحد المزارعين، وكثيرا ما كان يتذمر من هذا العمل لأنه كان يعتبره شاقا ولا يشبع رغباته التي كان يحلم في تحقيقها. وفي يوم خرج من بيته متجها إلى الحقل، حيث التقى بصديقه العزيز جابر ابن نجار القرية، والذي كان في سنه وقد تعلم من أبيه حرفة النجارة من تقطيع الخشب والتحف المنزلية. وكان من عادة جابر ورضوان أن يلتقيا تحت شجرة كبيرة وارفة الظلال تشرف على القرية الوديعة، وكثيرا ما كانا يتحدثان عن أحلامهما في الذهاب إلى العاصمة والعمل هناك. وجابر هو الصاحب الوحيد لرضوان اليتيم، وكم كان يحاول دائما أن يخفف عنه ودعوته إلى البيت لتناول الطعام في بيته. وكان والدا جابر يحبان رضوان كابن لهما، وكثيرا ما كانا يطلبان منه أن يسكن معهم وترك هذا الكوخ خوفا عليه من الوحدة. إلا أن رضوان كان يرفض دائما بحجة أن البيت قد ورثه من والديه وله معزة خاصة في قلبه. ومع مرور الوقت أصبح رضوان يخجل من عطف صديقه عليه، وقد قرر البحث عن عمل يناسبه حتى لو غادر البلدة. وكان هذا الخبر قد أحزن جابر كثيرا، حيث كان متعلقا برضوان إلى أبعد الحدود، وكان يعتبره أخا له يقف معه في أوقات الشدة. وقد كان هذا اليوم ليس كباقي الأيام، حيث أخبر رضوان صديقه بأنه قد عزم على الرحيل من البلدة باحثا عن عمل لعل الله يرزقه العمل والمال. وكان الفراق صعبا على جابر، الذي ما إن سمع الخبر حتى أصبح يشعر بالوحدة واليأس. لقد كان رضوان مؤنسه الوحيد في هذه البلدة الصغيرة، ومع أنه كان يشعر بسعادة بالغة مع والديه، إلا أن رضوان صديق عمره. ودع رضوان جابر تحت الشجرة وتعاهدا اللقاء يوما ما في نفس المكان، وكانت الدموع تائهة في عيونهما لأن الوداع كان قاسيا ومريرا. وعندما هم رضوان بالرحيل ناداه صديقه وقدم إليه بضع دراهم كانت بحوزته، ومع أن رضوان رفض الدراهم لعزة نفسه، إلا أن صديقه أصر على أن يأخذها. فقال له رضوان: سوف أرد لك جميلك يوما ما. ابتسم جابر ابتسامة خفيفة ولوح بيده يودع صديقه، وصار رضوان حزينا لفراق صديقه، ولكنه كان على يقين بأن سفره سيتكلل بالنجاح وقد توكل على الله. عاد جابر إلى البيت مهموما يصارع الوحدة وقد علت على وجهه الكآبة والحزن. وأما رضوان فقد استمر في سيره عاقدا العزم إلى البلدة الكبيرة، فقد سمع أنه بإمكانه أن يعمل أي عمل ويصبح من كبار الموسرين. وبعد مسيرة عدة أيام وقد نال منه التعب والإعياء، وصل إلى المدينة الكبيرة حيث كانت مليئة بالناس والأسواق. وكان رضوان يلتفت يمنة ويسرى إلى المشاهد التي لم يرى مثلها في حياته، ولكن هذه هي المدينة التي تعج بالناس
وكل يقوم بعمله. اقترب رضوان من ساحة المدينة وهناك استراح قليلا، ثم توجه إلى السوق واشترى بعض الطعام والشراب، حيث باشر بعد ذلك في البحث عن عمل، ولكن هيئته التي كان عليها والملابس الممزقة لم تشجع أحد على أن يشغله، فقد ظنوه متسولا ولا يصلح لشيء. لذلك رافق الرفض رضوان طيلة النهار، وعندما شعر بالتعب الشديد جلس بجانب دكان، فجال بنظره فرأى من الزجاج الكثير من الفتيان يعملون في هذا المحل، وقد كان محل ساعات، فقد كانت الناس تشتري الساعات في ذلك الوقت، وكانت الساعات مصنوعة من الخشب وبأحجام مختلفة لم يرى مثلها قبل اليوم. أعجب بهذا المحل ودلف إلى الداخل، واتكأ على طاولة الاستقبال وبدأ يرقب الفتيان وهم يعملون، وقد أخذته الدهشة من عملهم، حيث أنه لم يرى بحياته مكانا لبيع الساعات. وعندما رآه صاحب المحل جاء إليه وسأله عن حاجته، فقال له رضوان: يا سيدي، أنا أبحث عن عمل، وقد شدني العمل في محلك. ولكن صاحب المحل قال له: لست بحاجة إلى عمال، وأنت ترى أن لدي الكثير من الفتيان. فقال له رضوان: سأقبل بأي شيء تعطيني إياه، وسأعمل بما تريد، فقد حضرت اليوم إلى المدينة وأنا غريب ولا أعرف أحدا، أرجوك ساعدني. رق قلب صاحب الحانوت وقال: سوف تعمل عندي 3 سنوات، وفي السنة الأولى عليك العمل في تنظيف المكان وترتيب البضائع ومراقبة الفتيان الآخرين كي تتعلم منهم هذه الصنعة، فإن عملنا بحاجة إلى دقة وتركيز ومهارة عالية. وافق رضوان على طلب صاحب المحل وبدأ يعمل أجيرا عنده، وبالمقابل يحصل على طعامه وشرابه ومكانا ينام فيه، حيث كان صاحب المحل قد خصص غرفة جانبية للدكان ينام فيها العمال. وبدأ رضوان يعمل في هذا المحل، وقد كان نشيطا وأمينا يقوم بكل ما يؤمر به دون كلل أو ملل. وفي أحد الأيام جذب انتباه رضوان في المخزن ساعة ضخمة جدا في غاية الجمال، وقد صنعت من خشب الأبانوس، وكان الغبار يغطيها وكأنها هناك منذ عقود، فقام بتنظيفها من الغبار، وقد شده منظره الخلاب حيث لم يرى مثلها في ضخامتها ودقة صنعها. وعندما سأل صاحب المحل عن هذه الساعة قال له الأخير: إياك والعبث في هذه الساعة، فإنها تحفة ثمينة ولكنها معطلة ولا تعمل. وعندما سأل رضوان صاحب المحل عن سبب الاحتفاظ بها مع أنها تأخذ حيزا كبيرا في هذا المخزن، تنهد صاحب المحل وقال: يا بني، إنها ساعة السلطان، وقد تعطلت عن العمل، وقد كانت بالنسبة للسلطان كنزا ثمينا، حيث حصل عليها هدية من ملك المملكة المجاورة، وقد كان جهاز في هذه الساعة يعزف 24 لحنا مختلفا، فحين كانت تصدح الألحان تدق كل ساعة لحنا مختلفا يطرب لها السلطان ويرتاح باله عند سماعها. أما وقد تعطلت منذ 20 سنة فقد نال الهم والغم من السلطان، وقد وعد بأن من يصلحها سيهبه مالا وذهبا كثيرا، وقد حاولت كثيرا إصلاحها إلا أنني فشلت في كل مرة، وقد يئست من هذا العمل، لذا وضعتها في المخزن وما زلت أفكر بها كل يوم. وقد حضر الكثير من لديهم الخبرة في هذا المجال من كل البلدان، إلا أن الأمر استعصى عليهم جميعا. إياك والاقتراب منها، عسى أن يأتي يوم ونصلحها. شد هذا الكلام رضوان كثيرا وبدأ يحدث نفسه ويقول: ليتني أصلح هذه الساعة وأحصل على الذهب من السلطان. ومضى الكثير من الوقت على رضوان وهو يعمل بهذا المكان، وقد أصبح يتعلم الصنع شيئا فشيئا حتى أصبح ماهرا في صنع وتصليح الساعات
وقد تغلب على أمهر الفتيان الذين يعملون هناك، إلا أن ساعة السلطان لم تبرح تفكيره وعقله، فقد كان دائما ينظر إليها وأصبحت حلمه الوحيد الذي يرجو أن يحققه. وذات يوم دخل رضوان على صاحب المحل فوجده مهموما حزينا، وعندما سأله عن السبب قال له بأن النجار الذي كان يعمل بهذا المحل قد طلب العودة إلى بلده، وقد كبر في السن ولم يعد باستطاعته العمل، لذا كان عليه من الصعب البحث عن نجار آخر بمهارته. وعندما سمع رضوان هذا الكلام خطر بباله جابر، فقد تعلم جابر الحرفة من أبيه ولا بد أنه أصبح ماهرا في عمله. فقال له رضوان: يا سيدي، ما رأيك أن أعود إلى قريتي وأحضر لك صديقي جابر؟ فهو شاب ماهر في النجارة، وقد تلمذ من صغره على نحت الخشب ومعالجته، إلا أنني سأغيب بضعة أيام. قفز صاحب المحل من مكانه وقال: ليتك تحضر هذا الصديق للعمل معنا، وسأكرمكما وتكونان من المقربين. إلا أن رضوان اشترط على صاحب المحل أن يأذن له العمل بساعة السلطان، فدهش الأخير من هذا الطلب، وقد كان قلقا على ساعة السلطان، لكنه وبعد تفكير طويل قال في نفسه: ما جدوى الاحتفاظ بهذه الساعة وقد مر عليها الكثير من السنوات؟ لعل رضوان ينجح بما فشل به غيره. وافق صاحب المحل على شرط رضوان، ولكنه اشترط أن يكون صديقه نجارا ماهرا، وعليه أن يثبت براعته، ونقده بعض النقود والزاد والماء وودعه. وعاد رضوان إلى بلدته بعد سنين طويلة، وقد نال منه الشوق والحنين إلى قريته وصديقه. وبعد عدة أيام وصل إلى القرية، وفي الحال توجه إلى الشجرة الكبيرة حيث كان يشتاق إلى هذا المكان، فوجد جابرا جالسا وحده هناك وهو يرنو إلى القرية وعلى وجهه الكآبة والحزن. وما إن لمح جابر رضوان من بعيد حتى ركض إليه وهو ينادي عليه، وقد ملأ قلبه الفرح والسرور، وتعانق الصديقان ودموع الفرح تنهال على وجنتيهما. وبعد ذلك جلسا تحت الشجرة، وأخذ رضوان يحكي له ما حدث معه عند صانع الساعات، وأنه اليوم أصبح صانع ساعات ماهر، وأخبره عن سبب عودته. إلا أن جابر صمت لحظة ثم قال: يا صديقي، كيف أترك والدي وأنا وحيدهما وأبي يعتمد علي في العمل؟ إلا أن رضوان قد شجعه على ذلك وقال له: سنجمع مالا كثيرا في المدينة، وبإمكانك العودة لزيارة أهلك متى تشاء. سر جابر لهذا الخبر وأخذ صديقه إلى البيت، وهناك سلم رضوان على والدي جابر وقد أخبرهما بسبب العودة. دهش الأب كثيرا وغرق بالتفكير، إلا أن أم جابر رفضت رفضا قاطعا وقالت: لن نسمح بسفر جابر، فهو وحيدنا وسنشتاق له كثيرا. فقاطعها الأب قائلا: يا بني، يا جابر، هل تريد أن تسافر إلى المدينة؟ فهز جابر رأسه موافقا وقال: لقد كنت أحلم دائما بالسفر إلى المدينة وأعمل هناك، وها قد جاءت الفرصة. عندها قال الأب: سر يا بني على بركة الله. بكت الأم حزنا على ولدها جابر، إلا أن الأب طمأنها قائلا: اطمئني يا أم جابر، فقد أصبح ابننا شابا ماهرا في عمله، ولا خوف عليه إن شاء الله. ودع جابر أهله ورافق صديقه إلى المدينة، وما إن وصل هناك حتى تعرف إلى صاحب المحل الذي كان مسرورا به. وفي الحال بدأ جابر بعمله في صنع هياكل الساعات الخشبية، وقد أبدى مهارة غير مسبوقة، حيث أعجب به صاحب المحل كثيرا لحبه لعمله وأمانته، لقد أصبح يتحدث عنها كل عمال الدكان. وعندها توجه رضوان إلى صاحب العمل وطلب منه أن ينفذ وعده بأن يعمل في إصلاح
ساعة السلطان، وعندها لم يكن حجة لصاحب المحل، وخاصة أن جابر كان ماهرا في عمله. وفي الحال دخل رضوان إلى المخزن وبدأ يعاين الساعة، وقد طلب من صديقه الحضور وقد أخبره بسر هذه الساعة. وطلب رضوان من جابر أن يزين هذه الساعة بتحف خشبية لم تر عين مثيلا لها، وباشر رضوان بالعمل، حيث فتح الساعة وبدأ ينظر إليها مليا محاولا أن يرى ما الخلل، إلا أنه لم ينجح في الوصول إلى شيء. ومرت أيام كثيرة ورضوان يحاول جاهدا إصلاح هذه الساعة، ولكنه لاحظ أن بها أنبوبين كبيرين، فقال في نفسه لابد أن الخلل فيهما، فقام بفكهما وتنظيفهما حيث كان الغبار يملأهما. وفي تلك اللحظة حضر جابر وقد صنع أجمل التحف التي كانت بأشكال الطيور والحيوانات التي كانت في قمة الإبداع والجمال، وكل من رآها ظنها حقيقية. انبهر رضوان بعمل صديقه، حيث أضاف جابر في أعلى الساعة طائرا صنعه من خشب يخرج من الداخل كلما دقت الساعة، وقد زينه بألوان ذهبية تسر الناظرين. وعندها قال رضوان لصديقه سنحاول إعادة الأنابيب. ساعد جابر صديقه وقد كان عملا دقيقا، وما إن أنجزا العمل بهما حتى دقت الساعة وأخرجت لحنا لم يسمعا بمثله من قبل لشدة حلاوته، وقد وقفا مبهورين يراقبان الطائر الذهبي يخرج من مكانه معلنا عن عودة الساعة للعمل. وفي هذه اللحظة حضر صاحب العمل مهرولا وقد سمع صوت الساعة، وما إن رآها تعمل والتحف التي تزينها طار عقله وبكى من شدة الفرح، فحضن الصديقين وهنأهما على عملهما. وفي الحال أحضر عربة ضخمة تجرها 4 خيول وحمل عليها الساعة وتوجه إلى قصر السلطان بسرعة الريح. وهناك قد وصل نبأ الساعة إلى الملك، حيث كان ينتظر على أحر من الجمر، وما إن أحضر الجنود الساعة قام عن كرسيه وحضنها وبدأ بالبكاء، لأنه لم يصدق أن الساعة قد أصلحت بعد هذه السنين الطويلة. فشكر الساعات وقال له من أصلحها أيها السيد؟ فبدأ الأخير يتمتم ولا يعرف ماذا يقول، فقد كان يريد المكافأة لنفسه، إلا أن السلطان قال له أشعر أن هناك أحد ما قام بإصلاحها وتزيينها بهذا الشكل البديع، ولا أظنه أنت. عندها أخبره صاحب المحل بكل ما جرى، وأن رضوان الشاب الفطن هو من قام بإصلاحها، وماجد النجار الماهر من قام بتزيينها. فرح الملك وأعطى هذا الرجل صندوقا مليئا بالذهب، وطلب منه أن يحضر الصديقين إلى القصر. فرح صاحب الدكان بصندوق الذهب وحي الملك وعاد أدراجه إلى المحل، وقد أخبر الصديقين بطلب الملك، فتوجها في الحال إلى القصر الملكي، وما إن رآهما الملك حتى سر بهما، وكان طلبه أن يعيشا في القصر وأن يعملا على إصلاح الساعة كلما تعطلت، وقد أكرمهما بجناح خاص والكثير من الملابس الثمينة والذهب والجواهر. سر الصديقان بذلك وشكرا الملك على كرمه، وعاشا في القصر فترة من الزمن في ترف وسعادة. لقد كانت حياة القصر بمثابة الجنة للصديقين، فقد كانا يعيشان مثل أميرين، وكل طلب لهما يحصلان عليه في التو واللحظة، إلا أن دوام الحال من المحال، فقد كان للملك وزير فطن ذكي يستشيره الملك في أمور المملكة، وقد بدأت الغيرة تأكل قلبه من جابر ورضوان، حيث كان الملك يحبهما حبا جما، وقد أصبحا من المقربين للملك. وفي يوم دخل الوزير على الملك وهو جالس على كرسيه فحياه وقال مولاي الملك، أرى أنك سعيد جدا بعودة الساعة، وسعادتك من سعادتنا، إلا أنني سمعت أن في المملكة المجاورة
ساعة أضخم وأجمل من ساعتك يا مولاي، وكل المملكة تتحدث عنها. غضب الملك من هذا الكلام وقال: ماذا تقول أيها الوزير؟ هل هناك ساعة أجمل من ساعتي؟ فقال الوزير: نعم يا مولاي، والرأي أن تطلب من رضوان وجابر أن يصنعا لك ساعة فريدة من نوعها لا تشبهها ساعة في كل الممالك. وبما أن الملك كان مغرما بالساعات، فقد تضايق لسماعه أن هنالك ساعة أفضل وأجمل من ساعته، فأرسل بإحضار الصديقين حالا وسريعا. ولم يمض وقت طويل حتى مثل جابر ورضوان أمام الملك، وبعد أن حياه قال الملك: إن وزيري يقول إن هناك ساعة في المملكة المجاورة أضخم وأجمل من ساعتي، وأنا أريد منكما أن تصنعا لي ساعة ضخمة جميلة لا تشبهها أي ساعة في كل الأرض، وأن يكون لها ميزة لا توجد في ساعة أخرى. تبادل الصديقان النظرات وشعرا أن مؤامرة تحاك ضدهما، إلا أنهما لم يملكا إلا الموافقة، وخاصة أن الملك قد هددهما بالعقاب الشديد. عندها طلب رضوان من الملك مهلة شهرين على العمل في صنع هذه الساعة. فرح الملك لقبول الصديقين وانفرجت أساريره، وعاد الصديقان إلى جناحهما وهما لا يعرفان ما العمل، فإن حجم الساعة وجمالها لا يشكلان عائقا. ولكن ما الشيء الذي يجعل هذه الساعة مميزة عن غيرها؟ وطال الوقت وهما يفكران في الأمر، ومضت الأيام سريعا ولا يجدان حلا لهذه المعضلة، إلا أنهما باشرا بعمل ساعة ضخمة من خشب الأبانوس، وقد زينها جابر بالذهب والجواهر حتى أصبحت في غاية الرونق والجمال، وقد بذل كل مهارته في النحت والمعالجة حتى أصبحت تحفة فريدة من نوعها، حيث كانت أجمل من ساعة الملك بكثير. إلا أن رضوان كان دائما يفكر بميزة خاصة لهذه الساعة، ومضى شهر على العمل وهما في حالة من اليأس، فكل الساعات تتشابه ولا شيء ممكن أن يميزها إلا الشكل. وحيث كان جابر يغط في نومه، كان رضوان يفكر ويمعن النظر إلى الساعة، واستمر به الحال إلى أن بزغ الفجر. وعندها جاءت الفكرة وقال في نفسه: سأعمل على ذلك. وبدأ بالعمل على الساعة، حيث قام برسم 24 ساعة وليس 12 ساعة كباقي الساعات، وقد عمل شيئا خاصا سحريا لم يعرف عنه أحد. ونهض جابر من نومه وقد وجد صديقه ما زال مستيقظا يعمل دون كلل أو ملل، وفي تمام المهلة المحددة كانت الساعة قد انتصبت شامخة في القاعة الملكية، حيث كانت في قمة الإتقان والجمال، ولم تكن ساعة تشبهها، ولكن ما الذي يميزها عن غيرها؟ وكان هذا سر الصديقين الذي لم يفصحا لأحد به. وحضر الملك والوزير والحاشية ليروا الساعة بعد أن مضى شهران من العمل، وما إن رآه الملك حتى دهش من براعة ومهارة صنعها، فعلت وجهه الابتسامة وبدأ بحضن الساعة التي لم يكن يحلم بامتلاكها. ولكن الوزير قال: يا سيدي ومولاي، أرى أن الساعة عادية، ومع أنها جميلة وبديعة، إلا أنها مثل الساعات الأخرى، لا شيء يميزها. عندها صعق الملك مما يسمع وقال: هذا صحيح، لقد طلبت منكما شيئا يميزها عن باقي ساعات ممالك الأرض. إلا أن رضوان قال: مولاي الملك، إنما يميزها هو سر، ولا يجب الإفصاح عنه، فإن أردت أن تعرف السر فاصرف الجميع من القاعة الملكية ونحن نخبرك بما يميزها. عندها صرخ الملك بالجميع بأن يتركوا القاعة حالا وسريعا، وفي الحال خرج الجميع من القاعة إلا الوزير، فقد بقي مع الملك، ولم يكن الملك يستغني عنه لأنه كان مستشاره وحافظ أسراره. فقال رضوان للملك: لقد طلبنا أن تبقى وحدك يا مولاي،
ولن نخبر أحدا غيرك بهذا السر، فإنه ميزة لم تسمع عنها من قبل، وجودتها في سرها فلا يجب الإفصاح عنها. غضب الوزير لكلام رضوان وقال للملك: لن أخرج يا مولاي، إني أخاف عليك من غدرهما. إلا أن الملك قد تملكه الفضول وقال للوزير: أخرج يا وزيري لنرى ما هذا السر. حقن وجه الوزير وامتلأ قلبه غيظا على الصديقين، فقد كان يخطط لأمر ما، ومن الممكن أن هذين قد يفسدا الأمر عليه، إلا أنه لم يجد سبيلا إلا الخروج. وما إن أقفل الباب، حتى قال رضوان: لقد صنعنا لك يا مولاي تحفة لا يوجد مثلها في الأرض، وإن كنت أخاف عليك من غدر الزمان والأعداء، فقد صنعت ميزة خاصة لا توجد في أي ساعة أخرى. دهش الملك مما يسمع وقال: أخبرني وبسرعة، ما يميز هذه الساعة؟ قال رضوان: ولكن احذر يا سيدي، فإن أفشيت السر فإنه من الممكن أن يضر بك، وعليك أن تحفظه في قلبك وأن لا تبوح به لأحد. عندها قال الملك قلقا: لا تخف، لن أخبر أحدا بهذه الميزة. فقال رضوان: إن هذه الميزة في عقارب الساعة، فإن أعدتها دورة كاملة إلى الوراء فإن الساعة تعود بك إلى الماضي يوما كاملا، وبذلك فإنك تعيد الزمن إلى الخلف، ولن يعرف أحد بما حدث بهذا اليوم إلا من يعيد العقارب إلى الخلف دورة كاملة، وعليك أن تحفظ هذا السر ولا تخبره لأحد حتى لا يستعمله ضدك. دهش الملك مما يسمع وقال لرضوان: إن هذا الأمر لخطير، وهذه الميزة لم أسمع عنها من قبل. قال رضوان: احفظ السر يا مولاي ولا تخبر أحدا حتى الوزراء والمستشارين. فهز الملك برأسه وقال: فعلا أنت مدهش يا رضوان، وأنت فنان لم أرى مثله يا جابر. شكرا لكما، وسأحفظ السر ولن أبوح به، وسأنقل الساعة إلى قاعة العرش وأضعها بجانبي، فإني ما رأيت أجمل منها. وفي ذلك الوقت كان الوزير يحاول أن يسترق السمع، إلا أنه لم يسمع ما قاله رضوان، وبقي يفكر في الأمر طويلا ويقول في نفسه: ما السر؟ إن لم أعرفه سيشكل علي خطرا. وعندها فتح الباب وأمر الملك بنقل الساعة الجديدة بجانب كرسيه في القاعة. وعندما سأل الوزير الملك عن هذه الميزة، نظر إليه الملك وقال: ليس الآن يا وزيري. ونقلت الساعة ووضعت بجانب كرسي الملك، وكم كان الملك فخورا بعمل رضوان وجابر، حيث أغدق عليهما الأموال والذهب أكثر من قبل. ومرت الأيام والوزير يحاول أن يعرف سر هذه الساعة الملكية التي لم تكن ساعة تشبهها في الأرض، إلا أن محاولاته باءت بالفشل. ولكنه قال في نفسه: مهما يكن هذا السر في هذه الساعة فإنه لن يعطل علي خطتي. وخرج الوزير من القصر عائدا إلى بيته، وهناك كان بانتظاره رجل قد تخفى واضعا قناعا على وجهه، وما إن رآه الوزير حتى أدخله إلى بيته. وفي الداخل قال الرجل للوزير: هل كل شيء على ما يرام؟ قال له الوزير: نعم نعم، ولا تخف، أخبر الأمير بأني قد وضعت خطة محكمة، حيث أني رشوت قادة الجيش وهم الآن معنا، فلا تخف، بقي فقط أن نحدد ساعة الصفر، وأن يتقدم الأمير بجيشه والقضاء على هذا الملك المعتوه والصديقين رضوان وجابر. خرج الرجل من عند الوزير وقد اتفقا على أن الهجوم سيكون بعد أسبوع، وفيه يكمل الوزير خطته برشوة حراس القلعة، وإن لم ينجح في ذلك فإنه سيغير الحراس ويضع رجاله ممن يولون له الطاعة. كل هذا يخطط له الوزير والملك في غفلة ولا يشعر بشيء. وفي اليوم التالي قام الوزير بتغيير حراس القلعة، وذلك لدواع أمنية،
ودخل على الملك ووجد عنده رضوان وجابر، وكم أغاظه ذلك، لقد كان يحقد عليهما حقدا شديدا، إلا أنه كتم ذلك في قلبه. سلم على الملك وجلس، فقال له الملك: كيف حالك يا وزيري؟ إلا أن الوزير اصطنع الحزن وقال: يا مولاي، ألست وزيرك الأمين وحافظ سرك، وأنا بخدمتك منذ 20 سنة؟ ألا تخبرني بسر هذه الساعة الجميلة التي لم أرى مثلها في الكون؟ نظر الملك إلى الوزير وضحك بصوت عال وقال: لا تقلق يا وزيري، فإن السر ستعرفه عندما يحين الوقت، وأنا أشهد أنك الوزير الأمين، ولكني وعدت رضوان بعدم إفشاء السر. لا تقلق، فمقامك محفوظ وأنت من المقربين. علت على وجه الوزير ابتسامة مصطنعة وقال: أمر مولاي. لقد كان يحاول الوزير بشتى الطرق بأن يعرف هذا السر، فقد كان يشعر في قرارة نفسه أن السر في هذه الساعة خطر عليه، إلا أنه لم يتوصل إلى حل، وفكر مليا في تأخير الخطة التي وضعها، ولكنه لم يكن يملك القرار، فقد كان عبدا لأمير المملكة المجاورة. وجاءت ساعة الصفر، وبدأ جيش الأعداء بالزحف عند المغيب، وكان قادة الجيش يسهلون عليهم قدومهم إلى القلعة حيث كان الملك. وفي هدوء غريب بدأ الغزاة يدخلون القصر، وحراس القلعة يسهلون لهم الأمر، وقد كانت خطة الوزير محكمة، فقد استعمل كل دهائه وحكمته في تنفيذها. وعندما كان الملك يجلس مع الصديقين ويتسامرون، سمعوا ضجة وصوت صليل سيوف خارج الباب. ارتعد الملك من مكانه، وما هي إلا لحظات حتى دخل الغزاة وأصبحوا في القاعة الملكية شاهرين سيوفهم. فارتعب الملك لهذا المنظر، وعرف أن مكيدة أوقعت به وأنه هالك لا محالة. وما هي إلا لحظات حتى دخل الوزير وهو يحمل سيفه مع الجنود، فدخل إلى القاعة وضحك ضحكة عالية اهتزت لها جدران القصر. فقال الملك: ما هذا أيها الوزير؟ ماذا تفعل؟ هل جننت؟ قال الوزير: أيها الملك المعتوه، حانت ساعتك، وسأتخلص منك ومن هذين اللعينين اللذين أفسدا علي حياتي، سأقتلكم جميعا أيها الحمقى. نهض الملك عن كرسيه، إلا أن الوزير هدده بالقتل إن تحرك، وقال: ألم يحن الوقت لتخبرني أيها الملك بسر هذه الساعة؟ فإن الفضول يقتلني، وإني لقاتلك في كل الحالات. نهض الملك وقال: أيها الوزير، إن شئت قتلي فافعل ذلك، ولكن دعني أودع ساعتي فقد أحببتها. فقال الوزير الخائن: لك ذلك أيها الملك المعتوه. نظر الملك إلى رضوان فهز الأخير رأسه، فتقدم الملك إلى الساعة وحضنها كالعادة، وبسرعة مد يده إلى عقارب الساعة. عندها أحس الوزير بشيء غريب وصاح بأعلى صوته: لا تجعلوه يفعل ذلك. إلا أن الأوان قد فات، وأعاد الملك العقارب إلى الوراء دورة كاملة. وفي طرفة عين وجد الملك نفسه جالسا على كرسيه، وقد اختفى كل شيء، فلم يعد الوزير موجود ولا الجنود. فدهش مما حدث وقال: لقد صدقت يا رضوان. وفي الحال نادى على الصديقين وقد اجتمع بهما، وأخبرهما بما حدث مع الوزير الخائن، وأنه نجح في إعادة العقارب إلى الوراء دورة كاملة. عندها قال له رضوان: لقد كنا نشك بهذا الخائن يا مولاي، إلا أنك لم تكن لتصدقنا، وها نحن الآن في ورطة، وعلينا العمل سريعا. فسأل جابر: يا مولاي، هل كانت هنالك معارك خارج القصر؟ فقال له الملك: لم يكن أي شيء إلا بعض الضجة عند الباب، ولم أشعر إلا والجنود في وسط القاعة الملكية. عندها قال له جابر: إن هناك مؤامرة قد اشترك بها الجميع، وأظن أن قادة الجيش والحراس متآمرين. فقال الملك: وما العمل؟
قال جابر: عليك أن ترسل بإحضار قادة الجيش لاجتماع طارئ، وعندما يحضرون أمامك زج بهم في السجن وعين قادة وحراسا آخرين. وفي الحال نادى الملك على الحاجب وأمره بإحضار قادة الجيش، وأمر بتغيير حراس القلعة في التو واللحظة، وأرسل جنودا إلى الوزير لإحضاره في الحال. وما إن وصل الوزير إلى القصر حتى وجد قادة الجيش جميعا، فاستغرب من ذلك وقد اسود وجهه ولم يفهم ما يحدث، فقال: أمر مولاي. نظر الملك إلى الوزير بعين الغضب وقال: هل تريد معرفة سر هذه الساعة يا وزيري؟ فقال الوزير: ألهذا دعوتنا؟ قال الملك: اجلس أيها الوزير. وأردف الملك قائلا: أود إخباركم بسر هذه الساعة، لذلك جمعتكم. علت على وجه الوزير ابتسامة وكان الفضول يقتله: أيها الحضور، إن الميزة التي قام بها رضوان في هذه الساعة التي لا توجد مثيلها على الأرض هي بعقاربها، فإن أدرت عقارب الساعة إلى الوراء دورة كاملة فإن الزمن سيعود بك إلى الوراء، وفقط من يدير هذه العقارب يعرف بما حدث في ذلك اليوم. نهض الوزير وقال: فعلا إنها ميزة لم يستطع أحد على فعلها. وفي الحال نادى الملك على الجنود وقد أحاطوا بالقادة والوزير، وأردف الملك يقول: والذي لا تعرفه أيها الوزير أنني عرفت بخطتك أيها الخائن أنت وقادة الجيش، وقد دخلت علي بسيفك وأردت قتلي، إلا أنني نجحت في إعادة العقارب قبل فوات الأوان. فصاح الوزير: يا مولاي، لا بد أنك كنت تحلم. فأمر الملك بحبس الوزير وقادة الجيش، وعين قادة آخرين من جنوده المخلصين، وقد وضع الجيش على أهبة الاستعداد لأي هجوم. وما إن جاءت ساعة الغروب حتى بدأ جيش الغزاة يدخل المملكة، إلا أنه جوبها بمقاومة شرسة، وكأن الجيش ينتظر قدومهم. عندها أدرك الغزاة أن الخطة قد فشلت ولا مجال للهجوم، وإلا سيموت الكثير من الجنود. وهكذا أنقذت المملكة بفضل عمل رضوان وجابر، وقد جعلهما الملك مستشارين له، وقد بقيت الساعة بقرب الملك دائما ولم يعرف بالسر أحد غيرهم، حيث قد قتل كل من الوزير وقادة الجند الذين باعوا ضمائرهم. وأرسل الملك جنوده لإحضار والدي جابر وأن يسكنا معه في القصر. وبعد فترة وجيزة قام الملك بتزويج رضوان وجابر من أجمل فتيات المملكة، وقد ملأت الزينة المملكة والفرح والسرور، وعاشوا جميعا في القصر الملكي في سعادة وهناء، وقد بقيت الساعة تزين القاعة الملكية سنين طويلة. انتهت الحكاية.